اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة خليها سمك النهاردة. بس لما نقول خليها سمك هيكون طبعا معانا النهاردة تشكيلة من الصيد والرزقة الواسعة. معانا سمكة كبيرة وزنها بيعمل تقريبا 7 كيلو وهي سليمة، بننضفها بتخس تقريبا من كيلو لربع لكيلو حسب بطن السمكة والمرعى بتاعتها. معانا سمكية كبيرة قشر بياض لطيفة، فصيلة القاروص، فصيلة اللوت، دي مسميات. ولكن أنا ليا هدف في القصة إن أنا عايز أعمل من السمكة الكبيرة دي كذا حاجة كأنها خروف ضاني. هنطلع طبق شوربة، ممكن نطلع منها كفتة، ممكن نطلع مشوي زيت وليمون، ممكن نعمل منها كبسة، ممكن نعملها برياني حسب ما احنا حابين. أنا عايز أعمل النهاردة طبق شوربة السمك، هنشوف نعملها إزاي، وهنعمل منها سمك مشوي بالزبدة والليمون على طريقة الخاصة، هتعجب حضراتكم إن شاء الله. معانا شوية قشريات ورخويات وجندفلي، جمبري، كابوريا، كاليماري. هعمل طبق رز بالسي فود، أكيد هيكون له طعم تاني. التركية اللطيفة بتاعت الشيف المغازي، هنشوف نعمل إزاي الرز المصري بالسي فود. يتعمل بسماتي يا شيف يتعمل، بس لما تعمل رز مصري هيكون بالتأكيد أحلى لأنه غني بالنشويات ويبقى لطيف وجميل. تفاصيل كتيرة في الحلقة بتاعتي مش عايز أطول، خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع مع سمكة كبيرة الحجم تقدري تستغليها في كذا طبق متنوع وترضي أفراد الأسرة الصغير والكبير. أستاذن حضراتكم أخد بعض وأطلع فاصل، أو تروحوا بعيد خليها سمك النهاردة. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. واكلك منين يا سمكه ولا يا بطه؟ لا السمكه شكلها حلو طازه. انا عايز وانا ماسك السمكه كده نقول شويه حاجات، يعني معلومه غير معلومه. احنا مش عايزين نعمل اكله سمك وخلاص، عايزين برضو نستفيد بشويه معلومات يا عم الشيف عشان ما نضحكش علينا في حلقه السمك. السمكه تعرفها طازه ولا مش طازه ازاي؟ لما تبقى في ايدك بالشكل اللطيف الحلو ده، خياشمها لونها برتقاني، لحم السمكه ابيض مش متغير لونه من الداخل بالشكل ده كده مخرجنا الجميل. اللهم صل على النبي. بطن السمكه بسم الله ما شاء الله شمعه فل منوره، شمعه بيضة. عايزين القشر بتاع السمكه اللي هو الصدف احنا شايلينه طبعا ونضيفه. لما بنضغط على السمكه بايدينا بالشكل ده كده بصبعنا ما يعلمش مكان صبعنا، تعرف ان السمكه لحمها ناشف قاسي. يبقى لو اللحم طري جدا وبتتخزنها في الفريزر فتره طويله صباعك او صباعك هيعلم مكان ما ضغطت بايدك عليها. ده مهم جدا على فكره، وتكون عينها لطيفه وجميله ما شاء الله، العيون الجميله الملونه زي عيون الشيف. السمكه الحلوه دي ممكن نعمل منها ايه بقى؟ نعد على صوابعنا، ناخد الفيليه بتاعها نعمله مشوي، ناخد الجزل بتاعتها نعملها بالزبده والليمون، ناخد الجزل بتاعتها نعملها سمك برياني او كبسه، ممكن تتعمل كفته، ممكن تخش في اطباق الشوربه كتيره قوي زي ما انت حابه. السمكه معانا اهيت ونقدر ان احنا نتعدد منها الاشكال اللي احنا حابينها. تعالوا مع بعض هنعمل اول حاجه طبق الشوربه. شوربه السمك استاذه رحاب بالكرفس. المقادير على الشاشه، عباره عن سمك اللي هي راس السمكه مع بواقي منها، ومعانا طبعا كرفس وبصل وتوم. انا عايز اقطع السمكه دي مع حضراتكم كده بطريقه بسيطه وسهله. هتقولي يا شيف مغازي ليه الشقة؟ طبعا ما انا اروح لحلقه السمك وهجيبها له وخلاص متنظفه وزي الفل، ولكن انا انصحك السمكه لما تكون ديلها عندك ده عنوانها، بتعرفها اذا كانت بوري او قاروص او لوت او هامور وهكذا. سن السكينه كده مع بعض طبيعي، سنيت السكينه بمستحد الطبيعي انك تمسحيها بمنديل عشان نتيجة تعامل الحديد مع بعضه بالشكل ده كده بالهداوة يعني. وهناخد أول حاجة كده راس السمكة دي علشان اللحم بتاعها، نبدأ إن احنا اللهم صل على النبي نعملها إيه؟ شوربة. زي ما هي كده عندي حلة على النار ناخدها مع بعض كده. دي الشوربة اللطيفة الحلوة. أنا عاشق بقى للحم وفص اللحمة اللي ما بين صدف السمكه وما بين قشر السمكه وما بين دماغها بالشكل ده كده. دي كلها لحمه على فكره، تفاصيلها كتير. هاخدها زي ما هي كده وعندي حله على النار. الحله دي فيها ميه بتغلي، بحط فيها البوكيه جرنيه بتاعنا بتاع كل يوم، جزر وكرفس وبصل وتوم. حلو قوي. واحط راس السمكه معاها
واسيبها على النار تاخد وقتها علشان اطلع بشويه شوربه زي الفل. ما احطش اي توابل، اخليها زي ما هي كده بس، الا ان انا احط فص ثوم ني. كده انا عملت الشوربه. ايه السهوله دي يا عم الشيف؟ زي الفل. واسيبها تغلى على النار تقريبا 30 دقيقه 35 دقيقه بالشكل ده كده. الشوربه خلصت حلوه قوي. نيجي للي بعده، باقي السمكه عندي. تعالوا نشوف نقطعها مع بعض ازاي. ده الطبيعي، بخلي دي كده هنا واجيب بلانشة تانية بساطور واعلمك ازاي ما تروحيش للسماك يقطع لك السمك. هتقولي دي عايزه ساطور يا شيف وعايزه مجهود وعايزه عضلات والجو ده خالص، ولا الكلام ده. السمكه هنحدد الشريحه اللي انت عايزاها بالسكينه الاول. هشيل دي من هنا ونجيب سكينه زي دي كده ومعاكي سطور. اول حاجه زي ما بتعمل الريش كده الكوستاليتا، ناخد كده اهو ونيجي عند السلسله ونقف. اي حد ممكن يعملها في البيت، وانصحك تعملها في البيت. دي الجزل، لان عايز اعملها مشويه بالزبده والليمون. شفت الشريحه؟ يعني تقريبا سنتي 10 ملي. وانا شاطر في القياسات دي. طلع معاكي بقى 20 30 شريحه زي ما انت عايز. انا بس عايز اطلع بنتيجه حلوه ومعلومه ازاي لو جوزي جاب لي سمكه كبيره غاوي الصيد في يوم الاجازه بتاعته، فطبيعي بيجيب سمكه، ما يروحش بقى للسماك ويقول له قطعها لي. اللي خلاك تصطادها وربنا كرمك ورزقك، روح على البيت بالشكل ده كده. او المدام. عند السلسله ونقف. زي ما انا شغال كده. وما تهريش لحم السمكه خالص زي ما انا شغال كده. نيجي عند الديل. الله اكبر. واخد الديل ده انا عايزه. احنا مش بنعمل اكل السمك وبس، احنا عايزين نطلع بكذا معلومه. ومعانا ساطور، اللهم صل على النبي. هنا حلو، اللهم صل على النبي. تعالى يا غالي، ده ديل السمكه. شفت ديل السمكه ازاي؟ ده كله فوسفور، كله اوميجا 3 اهو يا اخوانا. ينزل فين؟ مع الراس. يبقى السمكه ديلها وراسها في قلب الحله. هحصل على طبق شوربه قيمته الغذائيه عاليه جدا. واسيبهم على النار. خلص. ناخد بقيه السمكه. هنيجي من هنا كده بالساطور بتاعنا ومكان ما انا مقطع. حلو. شفتي؟ اسهل من كده تاني. انا بس عايز اقول لك على حاجه حلوه، انك انت يعني لما يجي لك سمكه زي دي كده يفضل انك انت تقطعيها في البيت. بالشكل ده كده. هتقولي الجيران عندك البيبي نايم، مفيش مشكله بقى، دي سمكه حلوه. شفتي تاني؟ يبقى رقم واحد خدت راس السمكه حطيته في بوكيه جرنيه مع ديل السمكه عشان اعمل طبق شوربه حلو. شفت الشريحه اللطيفه دي؟ شفت لون السمكه عامل ازاي؟ معانا فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين. ومطبخك رايق ونضيف وزي الفل، وليه راح اروح لسماك ياخد السمكه يبهدلها؟ ما اعرفش بقى ايه اللي هيروح منها، ايه اللي هيجي منها خالص. انصحك بكده يعني. حلو. شغالين مع بعض. لازم بالساطور تخبطي على السلسله بتاعته، كل ما توصلي لراس السمكه هتلاقي السلسله بتاعت السمكه قاسيه شويه. شفتي؟ زي الفل. نحط ده كده هنا كمان مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا نقطع السلسله ونمشي عليها مره واحده. كل ما نوصل لظهر لراس السمكه هتلاقي فيه قساوه شويه. ولازم الساطور، لان الساطور بحجم السمكه. شفت؟ معانا مدام منى. يا مدام منى ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا ست الكل. ايدك يا سيف على كل اللي بتعمله. الله يسلمك. شفنا ازاي ناخد السمكه في البيت نعملها؟
جميلة. بس أنا عايزة أسأل حضرتك عشان لسه شايفة بس السمكة دي نوعها إيه أو اسمها إيه؟ آه بالأمانة دي سمكة لوت، فصيلة اللوت. ودي فصيلة القاروص، اللوت والقاروص والوقار كلهم فصائل واحدة. تسلم إيدك. لا يفرق بينهما غير السعر. تسلم إيدك. الله يسلمك ست الكل. ما أنا عارف في دلوقتي ناس حبايبي عاشقة للسمك، اسكندرانية بقى والسواحلية. لو أنا قلت غير كده مغازي. أنا عارف. قاري الحكاية. نيجي دي بقى قوية جدا عشان هي عند الراس. بس احنا مش بيهمنا. زي الفل. تعالوا بقى نتخلص من كل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعني يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى طلعنا هنا بمعلومة غير معلومة، ازاي اروح على البيت اجيب سمكة وزنها 10 كيلو 15 كيلو. احنا مش بيهمنا حاجة، هنعرف ازاي نقطعها مع بعض بالشكل ده كده. واقدر اعملها بقى كبسة، اعملها برياني. خلي بالك انت لو مشيت بالسكينة على السلسلة 3 ايام وتعملي كده عمرها ما تتقطع الا بالطريقة اللي انا بقولها دي كده. والبلانشة اتملت سمك. بسم الله ما شاء الله ربنا مبارك. خلي دي هنا يا عم الشيف. خلي دي هنا يا عم الشيف. نعمل كبسة، هنعمل مشوي بالزبدة والليمون. شفت دايما احنا بنشتري السمك بنروح للراجل السمك نقول له خد السمك دي قطعها لنا اعملها لنا اعملها لنا مشوي، يعملها لنا زيت وليمون، يعملها لنا صينيه في الفرن. اختياري دي كبيره شويه، ممكن ناخدها كده بالنص زي الفل. اهي تعلمي ازاي تعمليها. اللهم صل على سلسلتين زي الفل. ويا سلام دي لو اتعملت مقلي كده كريسبي تبقى لطيفه وجميله. شفتوا اللحى كاننا قطعنا خروف. اللهم صل على النبي. بيسالوا كتير على السوشيال ميديا يا شيف مغازي جوز صياد بيجيب السمك بيتركن في الديب فريزر ما بعرفش استخدمه ازاي، بيقعد عندنا فتره طويله وفي الاخر السمك ده لما يتجمد كتير بالتاكيد اللحم بتاعه ما بيبقاش لطيف. انا قطعت السمكه، هستاذن فريق العمل بالشكل اللطيف الحلو ده كده. ناخد بعدينا ونطلع فاصل صغير ونرجع مع بعض نشوف ازاي نقدر نعمل سمك جزل مشوي بالزبده والليمون، نعمل طبق رز بالسيفود، هنعمل طبق شوربه كمان لطيف وجميل. ولكن النظافه هو طبعا اهم حاجه وخاصه مع اكله سمك عشان مطبخك ما يبقاش متكركب. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة. ولكن البعض ممكن بيتابعنا دلوقتي يقول لك شوف مغازل وايه التعب والشقية ديت، طب انا هروح للراجل السمك في البيت او في الحلقة بتاعت السمك او في محل السمك اقول له نضفها لي. انا بس بتكلم للمصداقية للامانة. انا بفضل حاجتين مهمين جدا، اي حاجة تخص النظافة وخاصة الحاجات اللي هي الفيليهات زي بتعملي سكالوب بتعملي سمك شرايح زي ده كده، لان السمكة دي بعد ما تقطعت ما ينفعش اغسلها، ما ينفعش تعدى على ميه خالص، لا ميه جاريه ولا ميه واقفه. خلي بالك السمكه غسلتيها كويس وشلت الصدفه بتاعتها كويس وشلت بطنها كويس تتقطع بالشكل ده تبداي تستخدميها استخداماتك العديده. عد لغايه 1000 نوع سمك، ولكن ما يفضلش انك تغسليها. احفظها ازاي يا شيف مغازي؟ بجيب الاطباق بتاعت حفظ السمك منها الفوم ومنها البلاستيك، برصها كده وبعدين اقفلها بالستريتش وادخلها جوه الثلاجه تبريد عالي جدا 20 تحت الصفر عشان ما تنزلش سوائل. احفظها لمده 15 يوم شهر بالكتير واستخدمها زي ما انا عايزه، ولكن يفضل ما يتغسلش. اطلعها من الديب فريزر اسيبه يفك براحته، ما احطوش لا ميه سخنه، ما هيش لحمه مفرومه احطها في الميكرويف ولا احطها في الحوض وافتح عليها الميه خالص، خلاها في الكيس مقفوله حاميها من الجو لغايه لما تفك براحتها. السمك يا اخوانا ممكن يكون سعره غالي شويه، ولكن انا استخدمه بذكاء وبثقافه ان انا ازاي اقدر اخزنه واستخدمه، ده مهم جدا. انا خدت تقريبا
تلت السمكة هعملها مشوي دلوقتي بالزبدة والليمون، والباقي عندي أشيله ممكن أعمله كبسة، أعمله مقلي، أعمله مقلوبة، أعمله برياني زي ما أنا حب. تعالوا نشوي السمك النهاردة زبدة وليمون. التتبيلة كالآتي دلوقتي، هنعمل مع بعض تتبيلة لطيفة وبسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم، كسرولة زي دي كده، بنحط فيها شوية ثوم، مع الثوم ده شوية مستردة. حلو قوي، سنة شبت صغيرة. والسمك مش بيحب زحمة التوابل. تاني يا شيف، السمك مش بيحب زحمة التوابل. وعندي شوية عصير ليمون. الله عليك يا عم الشيف، التركاية بتاعت المغازي بقى اللي مش هتلاقيها عند حد. ايه ده يا شيف، ايه ده يا شيف، قول لنا ما تخبيش. دول قد ايه بالظبط؟ دول ايه؟ نشا. نص معلقه نشا. مخرجنا الجميل في قلب الخلطه. هتعمل ايه دي يا شيف؟ هنشوف دلوقتي. كل دول مع بعض، زيت زيتون، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا، دي معانا كل يوم. مشوي ياخد زيت، ياخد زبده. هتعمليها بانيه او مقلي، ابعدي بالزيت والزبده. كل دول مع بعض، شويه الفلفل، شويه الكمون، بابريكا، شويه كركم، بس كفايه كده، ونتبلها مع بعض. هناخد التوابل دي يا عم الشيف كده اهو. شفت الخلطه دي؟ تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ سنه شبت صغيره مع مستردة، مع زيت بقى عندي قوام غليظ اهو. دور الزيت هو اللي بيلعب في القوام بتاعه مع المستردة. واخد الخلطه دي يا عم الشيف كده واسقطها على وش السمكه. حلوة. وعندي جريلا سخنة، اللهم صل على النبي. عندي جريلا درجة حرارتها عالية جدا زي الفل. شفت ازاي؟ السمكة مش محتاجة بهدلة. تبليها وتسيبها في التلاجة، دي مش صدور فراخ، دي تبليها وشويها على طول، مش لازم تقعد كتير فترة في التلاجة كبيرة، ممكن ساعة زمن ماشي. عشان السمك لونه ما يتغيرش زي ما هي كده. هنشويها دلوقتي مع بعض. شوينا سمك النهارده، بكره ممكن نعمل صينيه سمك بالبطاطس والكريمه ينفع معانا، ممكن نعمل طبق كبسه حلو، ممكن نعمل طبق برياني حلو، حسب ما انت حابه. شويه زيت هنا حلوين في الجريلا بتاعتي. فين الزبده والليمون يا شيف؟ بعد شويه، بعد ما تستوي السمكه بنغرقها بالزبده والليمون. اللهم صل على النبي، توكلنا على الله. لازم السمك ينزل في جريلا سخنة درجة حرارتها عالية جدا. الله. الله. واسمع الصوت ده، الصوت ده بقى لوحده كده بيلعب دور مهم جدا في انك انتي ماشية صح. زي الفل. شوية البهريز دول بخليهم معايا كده، باخد شوية شوربة من دول. ركزي بس على الموضوع هنا، الخبرة يعني. شوربة السمكة فرحان بيها أنا. خلي بالك أنا بسلق السمك هنا في مصفى عشان الحسك أو الشوك، أنا طبعًا هاخد اللحم منه، فلازم يكون عندي مصفى زي دي كده. باخد شوية شوربة زي دول كده وأحطهم هنا جنبي. واخليه دي جنب زي الفل. بعدين هشرب السمك بالصلصه دي. تعالوا مع بعض نعمل طبق رز بالسي فود. مقاديره على الشاشه. ازاي اعمل طبق رز بالسي فود؟ المقادير على الشاشه، قشريات ورخويات. المقادير بتقول ايه؟ كابوريا، جندفلي، او سبيط، او كاليماري، والجمبري القشر بتاعنا، والقشريات اتغسلت وهي سليمه قشرناها ما نغسلهاش، ده المفروض. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. طاسه شديده الحراره. حلو قوي. نحط في الطاسه دي شويه زيت،
مع مكعبين من الزبدة. الله، السمك بيستوي معانا والرز بيطلع كمان. الله أكبر، بص الله يا نعمة، حلو قوي اهو. مقادير على الشاشة، هنعمل ازاي رز بالسي فود. الرز يستوي يا شيف، السي فود يستوي الأول يا شيف، هنشوف التفاصيل دلوقتي مع بعض اهو. بص الله يا على النار، تتحمر بمكعب من الزبدة وقليل من الزيت، فص ثوم حلو. يا أستاذ عبد الحميد، صباح الفل يا باشا. يا صباح الفل يا غالي، ربنا يحسن ما بين إيديك يا ريس. آمين يا رب العالمين يا محترم، ربنا يخليك. أمرني. حبيت أشكرك على اللي بتعمله. روح الله يبارك لك يا غالي حبيب قلبي. ممكن أعمل إهداء لوالدتي بس الحاجة فاطمة. ربنا يخليها لك الحاجة فاطمة، تاجر أصلا. ربنا يخليك يا ريس حبيبي، ربنا يصلح حالك. آمين يا رب. أمرني. حبيب قلبي كابوريا. الله، يلا كمان كفر بتاع الكابوريا. بسم الله ما شاء الله، دي موسم الكابوريا الكيا مليان اهو. شفت البطروخ اللي جوه الكابوريا واللحمه؟ حلو. كاليماري كل ده. طبق رز بالسي فود بيتكلم مصري. ناخد الجندفلي. هو ده. ونخلي السي فود ده كده ياخد الغلوة التمام. حلو، بالكرفس كده ونستلف من الجيران شوية شوربة. مين الجيران دول يا شيف؟ حد يقول لي مين الجيران؟ الحلة الجميلة اللي جنبي اللي فيها راس السمكة وديل السمكة وبوكي جرنيه، خلي بالك دي أحسن جار. بناخد منها شوية شوربة. التقليبة الحلوة. ده السي فود بتاعي. الله، قشريات ورخويات. أنا عاشق للرز اللي بيخش ما بين كفر الكابوريا وما بين كفر الجندفلي وما بين راس السمكة وما بين ديل الجمبرياية. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ شايف اللون ده كده؟ الحلاوة دي، حلاوة دي يا فاروق، الله يسعد قلبك. حلوة. بناخد من الشوربة الحلوة دي كده. الله، خلي بالك. حلو، شفت الجو؟ بس خلاص، واسيب دول ياخدوا غلوة. ركزي بس عشان الموضوع هنا مهم جدا. نقف محطة هنا نسميها محطة الإبداع. دي مرحلة أولى لطبق شوربة سي فود. لو عايزة تعملي شوربة سي فود مرحلة أولى بالشكل ده كده، بتاخد حليب وكريمة تبقى عملت شوربة سي فود. هنخلي السي فود ده على النار كده لغاية لما لونه يتغير معايا. كفر الكابوريا ياخد اللون البرتقاني زي ما حضراتكم شايفين، والجمبري ياخد لونه البرتقاني واخد طعم السي فود. إمتى الرز ينزل؟ في وقته. السمك المشوي بتاعنا نبص عليه. كله السمكه خلاص خلصت واحنا شغالين مع بعض. ايه الاخبار؟ بص على الحلاوه. الله. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ شفت؟ زي ما هي كده. وناخد دي كمان نقلبها. الله. سمكه شربها من الصوص اللي اتحمر، بننزل بيها بالشكل ده كده. الصوص بتاعنا ده كده. الله. ده البهريز اللي انا متبل فيه السمكه، خدت شويه شوربه وسقطها كده زي الفل. والنظافه اهم حاجه. عايز اعمل الزبده والليمون، نعملها ازاي مع بعض؟ اللي هنغرق فيها السمكة مع بعض. النظافة يا عم الشيف، عايزين نوصل لمعلومة مهمة جدا. جبت سمكة كبيرة، مطبخي رايق زي الفل، متنظف جاهز، طلعت الاوردر بتاعي أو المنيو بتاعي أو الغداء بتاعي لأولادي، وبقية السمكة موجودة عندي أقدر إن أنا أخزنه ليوم واتنين وتلاتة وأربعة. قدرت إن أنا أعمل طبق رز بالسيفود، رز
واعمل سمك مشوي بالزبده والليمون اللي حبه، وعندي طبق شوربه لسه تفاصيله دلوقتي مع بعض بالشكل ده كده. ولكن ان انا اقدر اعمل شوربه سي فود بالكريمه او اعملها حمراء او اعملها اللون الميلكي ده في ايدك، اهم حاجه ان احنا نوصل للبيون بتاعنا الجميل الحلو اللي بعد ما ضفنا الراس مع الديل مع بوكي جارنيه. ده مهم جدا على فكره. تقدر تستخدم الشوربه ديت في طبق الرز اللي انا استخدمته دلوقتي، تقدر تستخدم الشوربه دي في عمل الصوص بتاع الزبده والليمون، تقدر تستخدم الشوربه دي في طبق شوربه سي فود حسب ما انت حابب. هو ده مطبخ السمك. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، عايزين نشوف ازاي نعمل طبق رز بالسي فود او شوربه السي فود. وانا ما رضيتش بالامانه في الفاصل، مخرجنا بيقول الوقت مش هيكفي، ولكن ان شاء الله باذن الله تعالى انت لما تكوني واثقه من نفسك في المطبخ لازم تكوني انت حريصه على انك انت تطلعي الحاجه مظبوطه. عايز اقول ايه هنا؟ ان السي فود هنا لغايه دلوقتي ده شوربه، ان انا احط كريمه لباني وشوي وازود شويه الشوربه بتوعي وشويه الميه بقى شوربه سي فود زي الفل. اعمل طاجن سي فود ميكس سي فود هنا برضو محطه، يعني عايز اوصل المعلومه دي كده. تعالوا مع بعض، احنا عايزين نعمل رز بالسي فود كده جاهز. هو نقلبه تقليبه قبل ما نحط الرز بتاعنا، اهو نبص كده، اهو ايه الحلاوه دي، اهو اهو خد اللون البرتقاني، القشريات بشخصيتها، الجندفلي كفر، الكابوريا، كاليماري، مش لازم احط فليه، ما انا عندي سمك زبده وليمون لسه عامل له صلصه الزبده دلوقتي. اهو ناخد الرز بتاعنا نسقطه هنا، اهو الله الله، اهو ده مش عايز غير 10 دقايق يكون استوى. الرز اهم حاجه يتغسل مره واثنين وثلاثه، وبعد كده نخليه على جنب. اهو التقليبه دي كده، اهو الله عليك يا شيف، الله عليك. الرز هيستوي احنا مع بعض. أهم حاجة في موضوع الرز إنك تغسليه مرة واتنين وتلاتة وتسيبيه فترة على جنب، وهو تسيبي فيه مية، هتلاقي الرز ده عجن في قلب السي فود، خلي بالك. شفت الجو ده كده؟ ظابط التوابل يا شيف؟ حلو أوي. للأمانة هحط شوية خضرة من البقدونس، شوية الشبت الحلوين، واظبط عيار المية بتاعي ده الطبيعي. وعايز اعمل صوص الزبدة دلوقتي بتاعنا للسمكة، دول شوية شبت، طاسة على النار زي دي كده، تعالي يا حلوة، ونزود الرز بتاعنا بالشوربة. فاكرين الشوربة دي؟ اهي اهي اهي، هو ده هو ده، اهو اللهم صل على النبي، اهو واسيبها على النار وهزها هزه كده، اهو اللهم صل على النبي. تنزلي بالمعلقه بقى، يطلع لك الجمبري ماشي، يطلع لك جندفلي ماشي، يطلع لك كابوريا ماشي، يطلع لك كاليماري ماشي، زي ما انت حابب. ما يتقلبش، ده يتغطى ويتساب على جنب. اللهم صل على النبي. اقفل يا غالي. تعالوا نعمل صلصه الزبده بتاعتنا للسمكه اللي احنا شويناها. نعملها ازاي؟ معانا زبده، معانا شبت، عصير ليمون، معلقه مستردة، حاجه كده بنت عم البتر فلاير اللي هو الزبده والليمون للجمبري اللي احنا عارفينه في بعض المطاعم. زبده ليمون مستردة وكريمه لباني، سمكه مشويه في طبق لطيف معانا. تعالوا نعملها مع بعض. طاسه على النار شديده الحراره، بحط فيها زبدة، بحط على الزبدة دي شوية شبت، فص ثوم رقيق زي الفل، ونقلب كده. الله الريحة الحلوة دي يا عم الشيخ. نرجع للحلة بتاعتنا، هي كل الحياة هنا. باخد منها شوية شوربة، ادي دول كده. يا ويلي خلص الكلام.
ازود شويه زبده وادي المستارده بتاعتنا واقلب التقليبه الحلوه دي كده. على فين يا عم الشيف؟ احنا مع بعض. شفت الصلصه دي؟ عايزه كمان شويه شوربه من هنا. اما حاجه الراس بتاعت السمكه وديلها هما سر نجاح الاكل بتاع النهارده. اظبط الملح والفلفل. الله الله. بس خلاص يلا بينا يا شباب، يلا بينا يلا بينا. شفت السمك المشوي بتاعنا بالزبده والليمون؟ اللهم صل على النبي. تاكلي صوابعك ورا. السمكه طالعه من الفرن مشويه، شوتها على الجريل، شوتها في طاسه زي ما انت حابه. طبق جميل وزي الفل. البرزنتيشن يا عم الشيف مطلوب. طبيعي اللي عندنا ليمون، او انك تحطي انواع خضره انت حباها زي دي كده. اللهم صل على النبي. نعم. لا السمك اللي معانا ده بقى احنا قلنا مع بعض يتشال، مش لازم اجيب سمكه وزنها كبير استخدمها كلها في يوم واحد. هنا الشطاره، اعمل على قد عدد افراد الاسره والباقي استخدمه في ايام تانية. ممكن يتعمل طاجن سمك بالبطاطس، ممكن يتعمل طاجن سمك بالبرغل، طاجن سمك بالفريك، زي ما احنا حابين. الليمون اساس البرزنتيشن لاطباق السي فود اهو، ايا كان بتفاصيله، ده الطبيعي. انا عايزكم كده وانتم فاتحين القناه الاولى تستمتعوا ان ازاي تقدري تخش المطبخ وتعملي اكله سمك انت حباها. بألف هنا وشفا. اخبار الرز ايه؟ تبص عليه بصه كده يلا من نفسك. ايه الحلاوه دي؟ فين الرز؟ فين الميه؟ شفت الجمل ده كده؟ شفت الكابوريا؟ شفت الالوان دي؟ الالوان دي، الالوان دي. لا اله الا الله. بيقولوا الشيف سريع. ما انا معايا اساتذه التصوير فرسان التلفزيون المصري، اخواتي وحبايبي. هم سر النجاح. شفتوا الحلاوه؟ شفتوا الكابوريا؟ شفتوا الجمبري؟ كل ده. واقلب الرز كده بعد ميته ما تنشف واسيبه على جنب. اعمل لنا يا عم الشيف طبق الشوربه بتاعنا الحلو اللي انت سايبه للاخر. احنا مع بعض، ده خلص معايا. هي تركيه صغيره دلوقتي واحنا واقفين مع بعض. طاسه على النار. معانا وقت قد ايه يا استاذ رحاب؟ مخرجنا الجميل. طبق الشوربه ازاي نطلع بيه في دقائق؟ زي الفل. انا عايز دقيقتين بس. حل على النار. طبق الشوربه اللي احنا مستنيينه، حل على النار. الله اكبر. حلو قوي. تعالى ونصفي الشوربه بتاعتنا. زي ما هي كده. المصفى دي فيها من خيرات البحر، راس السمكه وديل السمكه. خليها هنا كده دقيقه. حلو. انا عايزك زي ما انا شغال كده في المطبخ تتعامل زي، وناخد كل اللي في الكسروله دي يا عم الشيف نفضيه هنا. بص عليه كده، بص عليه. الله يا ويلي. دي انا عايز اخدها كده واجري دلوقتي وامسك فصوص اللحم اللي في قلب السمكه دي. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ كرفس، بصل، ثوم، بهارات. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ يود. هنخليها هنا. نصفي الشوربه بتاعتنا دي كده هنا. اللهم صل على النبي. في مصفى ناعمه جدا. عشان الحسك وعشان الشوك. عايزك تعملي الشوربه دي زي ما انا عملت كده، ما تحطلهاش نشا ولا اي حاجه، خليها كده بطبيعتها. صدقيني بجد. الله الله عليك. شيل ده من هنا يا عم الشيف. خلصت الشوربه. دي شوربه سي فود لطيفه وسهله. هتاخد الكرفس دلوقتي في الاخر وسنه الشبت الصغيره. فيها بصل؟ فيها توم؟ فيها طعم؟ اللهم صل على النبي. وادي الشبت، وادي الكزبره الخضراء في قلبها كده.
عندك حتة جنزبيل فريش طازة، ده الموسم بتاعه، قطعيها في قلبيها هتدعي لي. حلو، عايزاها سبايسي، تحطي دول في قلبيها. اللهم صل على النبي. وخلصت الشوربه كمان معانا، تعالوا نغرفها مع بعض سريعا. بص على الشوربه، بص على الحلاوه، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. شوربه السيفود او سوري شوربه السمك على طريقه الشيف. للامانه هي عايزه حاجه دلوقتي. ايه هي يا عم الشيف؟ عايزه ان انا ربنا يدينا صبر كده ونمسك اللحم اللي لنا ده كده. الله، وانت ونصيبك بقى يا عم الشيف. شفت الفص ده؟ بص بص على الحلاوه، بص على ده، ده فين يا فاروق؟ ده فين؟ هنا يا ويلي. بص على الحلاوه، ده فين؟ ده فين؟ دي الراس، دي الراس. بص بص على الحلاوه اهو هنا. تاني اهو. بص على الحلاوه دي بقى اللي جايه دي، بص على الحلاوه دي كده، بص على البطروخ ده كده هنا اهو، وهي بتغلي كده اهو. عرفنا ازاي نطلع من راس السمكه احلى طبق شوربه واعظم طبق شوربه اهو. اشيل الحسك ده كده. بص بص دي مشكله دي، خلي بالك اهو. حلو اهو. احنا بس بنعلم حضراتكم ازاي المطبخ بساطه، سهوله، مرونه. شفت حته اللحمه دي؟ شفت حته اللحمه دي؟ في قلب الشوربه. الف هنا وشفها. اوعى تحط نشا ولا دي، الله يرضى عليك ازعل منك، والله العظيم ازعل قوي. خلي بالك لا نشا ولا دي في الشوربه دي خالص. شفتي ده هنا. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ خير والله، خير في قلب السمكه، ده طلعت كيلو لحم. بص بص كل مضرب ايدي مرزه. مرزه. يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب. كل بص والله كل ما احط ايدي فيها. بص 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 شوف، بص على ده كده استاذ المصورين حبايبي. على بقك اهي. هو ده، هو ده. اكسر دي كده، هو ده اهي. شفت اهو؟ يا ويلي يا ويلي على البطروخ ده. شفت ايديا بتنزل سمكه اهي. بص على الحلاوه دي كمان، بص على الحلاوه دي، بص على الحلاوه دي اهي. يا ويلي. في قلبيها. الف هنا وشفا. سخنه، خلي بالك اهي. ادي الشوربه، كرفس فيها، شبت فيها. الف هنا وشفا. في لحم والله، انا معانا وقت، معانا وقت تاخد اللحم ده كله اهو. حرام، انا حرام اسيبه والله للامانه. الديل. بتدور على الديل اهو اهو اهو. كله لحم اهو، ده من ديل السمك اهو. اوعى ترمي ديل السمك، الله يرضى عليك. الف انا وشفا. كل ما اضرب ايدي يطلع لي لحم. انا بنعلمك حاجه مهمه جدا. يبقى جوزك هنا طالع يصطاد، عارف ان في ست بيت في البيت وفي ست عظيمه هتاخد السمكه دي تفصصها. مش بيقول لك الواد ده مفصص السمكه؟ يعني فاهم كل حاجه. اللحمه اطمئن قلبه، يقول لك انا عليا اصطاد والمدام تدلعني بقى في البيت بالايه، بالطعم. اتعلمت من الشيف المغازي. والله العظيم. عيني. ما بتاع السمكه ده. والله. فين العظم؟ خلاص خلصت. لسه اديني وقت بس. كل لحمه. ده كلها فيها، ده مش هيطلع غير كده، خلي بالك. بالطريقه اللي انا اشتغلت بيها دي، عشان بس ايه ما يبقاش فيه افتكاسات وفلاسفه كتير، فلاسفه كتير زي ما بيقولوا. بالطريقه اللي انا اشتغلت بيها، بوكي جارنيه في الحله، تغلي الحله، ناخد راس السمكه في البدايه خالص من اول الحلقه، حطيناها في الحله، خدنا ديل السمكه. شفت الفص ده راكب فين هنا؟ بص بص بص. شفت؟ هنا. ده بص عليه. يا ويلي. بس تعالوا مع بعض نغرفها بقى. الف انا وشفا. انا حاطط فيها كرفس وشبت، ده مهم جدا، طريقه الغرف مهمه. الله، الطبق الحلو ده كده هنا، تستاهل تبقى في القمه. الله، ناخد الشوربه بتاعتنا. عينيه زي الفل. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ يلا دلعني يا فاروق، دلعني بالله عليك. تستاهل ولا ما تستاهلش؟ كل ده لحم يا شيف، طلع منين اللحم ده؟ مرزق، مرزق في البحر ومرزق في المطبخ. يلا
يا ويلي يا ويلي، كل ده لحم. تعال نغرف الرز بتاعنا عشان وقتنا خلص وعدى بسرعه مش عارف ليه. طبق رز بالسي فود لطيف وجميل، يستاهل يكون طبق كبير زي ده كده. الله السوق يا عم الشيف. ده يستاهل فين؟ هنا. طبق رز بالسي فود فيه القشريات فيه الرخويات، خد وقته في السوى زي الفل، ده مهم جدا. نبص عليه كده حبايبي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ شوف الشيف هيعمل ايه هنا بقى؟ التركايه دي كده اهو، وانت معايا؟ وانت معايا بالله عليك، دي مهمه جدا، وانت معايا اهو. يا ويلي هو ده بس خلاص. نغرف الرز بتاعنا الجميل الحلو. الله. ألف هنا وشفا. ألف هنا وشفا. كابوريا تلاقي، جمبري تلاقي، جندفلي تلاقي، شريات تلاقي. حلقتنا النهارده فيها شويه شغل، فيها تفاصيل مع حضراتكم، ما سبتش حاجه الا ما اتكلمت عنها، من اول ما اصطادنا السمكه الحلوه وربنا كرمنا لغايه لما خدناها وفصصناها من الراس للديل، عملنا طبق شوربه جامد جدا، عملنا سمك مشوي بالزبده والليمون وشفنا الصلصه اللي احنا عملناها مع بعض، عملنا طبق رز والسمكه كمان شاركت في طعم الطبق الرز بالشوربه بتاعتها. يعني نقول مع بعض كده مطبخنا حتى لو كان سمك بالتاكيد في رؤيه في فن في ابداع. الكلام ده منين يا عم الشيف؟ الله اكبر، طبعا اكيد شور بكل لغات العالم من ماس بيرو. We'll be right back.